Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das ist erst einmal ich rede durch auf meinen Kanal. Schon hier eine Jumle gelernte باللغة الألمانية. Ich kann mich hier setzen. سلام حبيباتي معك نادية رجعت لكم فيديو جديد. من منا ما يحب يتعلم لغة جديدة ويحكيها بطلاقة وبرفقت بس أكيد بده شوية جهد وتعب منا. لما بدنا نتعلم لغة جديدة إذا كانت ألماني فرنسي إنجليزي أو أي لغة كانت تأكدوا تماما أنه الثقة بالنفس هو عامل أساسي لتعلم اللغة بسرعة. لا تحطوا سلبيات قدامكن أبدا، مثلا تقولوا اللي أعمارهم كبيرة ما عارفين يتعلموا اللغة واللي أعمارهم صغيرة بيتعلموا اللغة بسرعة، أو كمان تحطوا قدامكن الملل أو مثلا تقولوا أنه اللغة صعبة ما فيني أتعلمها أبدا. بالعكس كونوا واثقين من نفسكن دائما، ما في شيء صعب أو مستحيل بهي الدنيا، ودائما احكوا أنه اللغة سهلة بدي أتعلمها ولازم بدي أتعلمها. هاي فيديو رح أحكي لك عن تجربتي الشخصية كيف تعلمت اللغة بسرعة وبدون مدرسة. أول خطوة خصصت وقتي للدراسة، يعني باليوم كنا عم بدرس من ساعة للساعتين، وأنتوا كمان فيكن تخصصوا وقتكن للدراسة قد ما بدكن، يعني أقل شيء بالنهار نص ساعة ربع ساعة، بس تخصيص الوقت للدراسة هذا شيء كتير مفيد. خطوة تانية وكتير مهمة وضرورية كمان انه حفظ كلمات كتيرة، يعني باليوم كان عم بدرس تقريبا 10 كلمات وبشهر واحد صار عندي قاموس كبير. حفظ كلمات تتعلق بحياتنا اليومي، مثلا جيهن كومن شتيهن زيتسن اسن ترينكن شبيلن هين فالن. وكمان حفظ كلمات يتعلق من ناحية الشراء، لما بدنا ننزل على السوق نشتري غرض ما ونسأل عن سعره، في فيل كوستيت داس بيليغا تويا. ولازم كمان نحفظ كلمات بتعلق من ناحية الدكاترة، بعيد الشر إذا مرضنا أو مرض حدا من أهالينا ونروح معنا ونترجم لك، مثلا هوستن فيبا توموا هيبست. وكمان بفضل هدول الأوراق بصراحة أنه حفظت عدد كبير من الكلمات. هدول هن الأوراق يعني عليها لزي، يعني بنكتب أسامي مثلا شغلة وبنلزق عليها وبتضل قدام عيوننا مشان أيام نطلع عليها بنرجع نعيدها ونتذكرها مرة تانية. وكمان لما بدنا يتحسن لغتنا للأفضل ضروري نختلط مع شعب الألماني. رح أحكي لكم شغلة بصراحة هي عبارة عن جراءة كمان كنت بعملها دائما مشان يتحسن لغتي للأفضل. كنت بكتب على ورقة صغيرة أدريسي وبنزل على السوق وبسأل الشعب الألماني وين صاير هاي أدريسي وين موقعها. كنت بعرف تماما وين صاير هالعنوان، بس كان هدفي الأساسي أنه أسأل الألمان عن شو تقول السوخي ديسي أدريسي، وهن صار بيحكوا لي وين صايرة وين موقعها. بس مثل ما حكيت لكم هدفي الأساسي كان أنه أحكي معا بالألماني وكمان السمع لألن، أنه لما نحكي والسمع تنتين ضروريين لألنا. وخلي دايما معك دفتر صغير وكمان قلم. أيام سمعتوا كلمة جديدة أو جملة جديدة مشان تكتبوها فورا ما تنسوها، وإذا ما بتعرفوا تكتبوها كمان فيك تحكوا للألمان اكتبونا وبعدين ترجعوا على البيت وتقرأوا هدول الكلمات وتعرفوا شو معناتها. وفي أكثر من برامج فيك تنزلوها على موبايلكم كمان، هي عبارة عن برامج ترجمة فيك ترجموها من عربي لألماني أو من ألماني لعربي، وهذا برنامج عن جد أنه استفدت منه كتير. وفيك تفعلوها كمان بدون أنترنت، إذا أيام تطلعوا برات البيت وما معك أنترنت كمان فيك تستخدموا هاي برنامج. لتحسنت لغتي آخر درجة فينا نقول 75% كمان لما صرت بشتغل بالصالون، وهون بلشت مغامراتي مع اللغة الألمانية. في كتير منكن عم تسألوني وتكتبوا كومنتات كمان لما بدنا ندرس أسبلون كوافيرا شو مرحلة اللغة لازم نصلها، نحكي برفقت مشي حالنا، مغامرات اللي صارت معي بالصالون، مواقف اللي صارت معي من ناحية اللغة. إذا بتعرفوا كل هدول الاستفسارات اكتبوا بكومنتات، وعد مني لألكن إذا بشوف تفاعل كبير عن هذا الموضوع بعمل فيديو جديد وبنحكي فيها. حبيباتي وصلنا لنهاية هذا الفيديو، بتمنى عجبك الفيديو استمتعتوا فيه واستفدتوا منه. كمان لا تنسوا تحطوا لايك للفيديو، وإذا عندكم أي استفسارات أسئلة شو ما يخطر على بالكم فيكن تحطوها بكومنتات وإن شاء الله رح أجاوب عليها. كمان فيكن تتواصلوا معي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تويتر تيك توك،
كتبت لكم الروابط كلها بصندوق المعلومات. استنوني بفيديو جديد، بحبكم كثير كثير كثير. باي.